أهلا بكم من جديد. صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي لعبت دورا بارزا عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف، مستندة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة بوصفها مهبط الوحي وقبلة للمسلمين. وتؤكد المملكة العربية السعودية رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة، والتي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية. ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط. كما تؤكد المملكة العربية السعودية أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي. وتقدر المملكة وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة. المملكة شامخة دائما، عصية على أعدائها، عزيزة في نفوس أبنائها بقيادة حكيمة لا يمكن أن تتخلى عن قيمها وعن مبادئها المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء. كان هذا جزء من كلام وزير الإعلام. أيضا تذكر حقيقة كلمات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يقول ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت هي شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله. باسم وزير الدفاع عنه وارضى له يا مرحبا، والوزير اليوم جنديها، جانابكم حظنا فالدين والملة والهقوى الطيبة من طيب هاقيها، في موقف ما تشوفه عين وتمله، ألا عيون عسى المخباط يعميها، سجل يا تاريخ واشهد يا زمان الله، وعلم بها حاضر الدنيا وماضيها، حنا ربطنا وحبل المعتدي حله، يوم اجتمعنا على الراية وراعيها، جيناك حنا قصاصك يا عدو الله، لا ترفع يدينك ولا عاد ترخيها، أمة محمد غضبها من تقدله رعادها، قلب عاليك واطيها، وابشر لك بوابل عقب المطر عله، سحابت من جهنم ويل واديها، ما عاد تقدر توقف بين نزلة، ما يمدي الموقف ولا عاد يمديها، يا ويل من حلفنا ما هو بحلف الله، اللي على يدينها تزحف ورجليها، والله يا طهران ما تطهر من الذلة، وانه اللي يبطي طبيبك ما يداويها، ويا حزب شيطانك المدعو بحزب الله، اللي يلطم اللطمة هلي ما نثنيها، واللي عانق الهم والسلال والعلة من صف صفها ولا حواليها، للحرب ما قادنا الا راس من دله،